ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم واحد لاستوس اللي غادي يهنيكم من الصراصير، خصوصا أننا في فصل الصيف كي يكتروا الصراصير في الدار. فاليوم جبت لكم هاد الحيلة هادي اللي غادي ديروها. غادي تاخدوا ورق ديال سيدنا موسى على هاد الطريقة هادي، وغادي تجيبوا واحد المبخرة وغادي تبخروا المنزل ديالكم بهاد الورق هذا، وغادي تفاجئوا بان الصراصير ما غاديش يبقاو بصفه نهائيه، لان هاد الريحه كديرونجيهم وما ما كتعجبهمش هاد الرائحه. فغادي تبخري بها كل نهار جوج مرات، تبخري في الصباح وتبخري في العشيه هكا او لا في الليل. تبخري الدار مزيان، تعطي فيها هذيك الرائحه، تبان فيها هذيك الرائحه مزيان. فغادي تفاجئي بان الصراصير ما غاديش يبقاو، وغادي تهني منهم بصفه نهائيه. نتمنى تكون هاد الحيله هادي عجبتكم، وما تنساوناش باللايك وكذلك البارطاج الى شفتوا فيه شي افاده. مع السلامه.